أنا سميت عثمان المغربي، فنان وكاتب كلمات وملحن. كان كتب وكلحن باللهجة الخليجية وبلهجات أخرى سواء المصرية أو اللبنانية وكذلك المغربية. يعني في الفترة ديال ملي كنت في الليسي بديت كنغني في الملاهي الليلية، بقيت واحد الفترة وأنا كنغني في الملاهي الليلية. أبخي يعني توقفت على الغناء في الملاهي الليلية يعني لأسباب عائلية. أكيد في الأول كتلقى صعوبات مع الأهل، وماشي ماشي بالسهل أنهم يقدروا يتقبلوا، يعني خصوصا يعني طفل يعني شاب في فترة المراهقة. يعني أكيد في الأول كيكون شوية ديال الحزازيات ديال الصعوبات، لكن الحمد لله حاليا الأهل ديالي بدأوا كيقتنعوا شيئا فشيئا، كيقتنعوا بداكشي اللي كنقدم، والحمد لله اقتنعوا به وعرفني بأنني أنا كنقدم داكشي في المستوى. الحمد لله أنا كغادي وكنحاول نتخطى جميع الصعوبات اللي كان تعرض ليهم حاليا، خصوصا من بعد المنابر الإعلامية كيحاولوا يعني بصراحة يعني كاين بعد المنابر الإعلامية اللي ما كيشوفوش فيا فنان، كيشوفوا فيك واحد النقطة، ما كيشوفوش فيا بأنني فنان وفيا طاقات فنية. يعني أبل الغناء والكتابة والتلحين أنا فيها طاقات فنية أخرى. كاينين بعد الصحفيين يعني كيحاولوا إن أصح القول يعني كيقولوا لي تقمص بعد الشخصيات، بعد الأدوار اللي هما ماشي في شخصيتي، ما كاينينش في شخصيتي. و يعني الموضوع يعني طويل وشائك. يعني اللي عم بغي نقول لك هو أنا الهدف ديالي هو نقدم واحد الفن راقي وفي المستوى. كاينين جوج، كاينين واحد سميتو أيوب أفريكانو، أنا بالنسبة لي اللي ما كنعطيهش يعني أكثر من حجمه، لكن هو كما كيقولوا المصريين حط نقره من نقري، لكن أنا ما كنعطيش اعتبار. وكاين فنان ثاني يعني زهير بهاوي، وصلني بأنه هو في إحدى الجلسات تكلم عليا بالسوء وقال عليا أمور. هادشي اللي وصلني، ما عرفت أنا هادشي واش صحيح أو لا مصحيح، لا أبالي، فقط كنكمل في طريقي وما كنوقفش على هاد النقاط هادو. بالنسبة للفنانين اللي كانوا كيغنيو معايا، كان معايا يعني حاتم عمر، كان معايا سعد المجرد يعني، وكان معايا حاتم إيدار، كانوا بزاف ديال الأسماء، كانوا بزاف ديال الفنانين كانوا كيغنوا في نفس الملهى اللي كانت الدودية كتجي أحيانا، نجاة عتابو، بزاف ديال الفنانين كانوا كيجيو كيغنيو معنا. كنحاول ما نشوفش داك لي كومونتير وانتقادات. كان بالنسبة المواقع التواصل الاجتماعي ديالي بالنسبة للفيسبوك الانستغرام، يعني كان ديزاكتيفي لي كومونتير وكنتهنى. للأسف كينتقدوني في أغلبية في شخصيتي وفي المظهر ديالي، هذا هو يعني النسبة الكبيرة ديال الانتقاد. بالنسبة لنعمان بالعياشي، أنا ما كنتابعوش، كيعجبني الأغنية اللي تكون هادفة وعندها واحد الدلالة وتكون طربية. ما كيعجبنيش داكشي اللي كيدير صراحة، وماشي أنا ضده أو لا شي حاجة، ما كتعجبنيش شخصيته، ما كيعجبنيش داكشي اللي كيدير فقط. بالنسبة لسيمو بن بشير، أنا في الأول كنت كنحترمه، يعني كنت في الأول كنت كنشوف اللقاءات ديالو، كنشوف الحوارات ديالو في الأول، يعني صدقت داكشي اللي كيقول، حيت في الأول كان كيبان يعني إنسان صريح وكان كيبان إنسان صادق على ما كيبان، يعني كما كيقولوا فتح الكريفو يهود لك سيمو بن بشير. أنا النصيحة اللي نقدر نوجه له يعني يعتبر يعني نصيحة أخوية، يهز بولاده ميشوش يعني بولاده باش زعما يدير البوز بالنهاية راه غادي يمشي. النصيحة مني ليه هو يعني يعلي بولاد بلاده فقط.
كنشكر المنبر الاعلامي الدار اللي كيستقبل يعني المع النجوم والفنانين سواء في المغرب او في العالم العربي، وكنتمنى دائما يكون في الصداره، وشكرا لكم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.